تبا الحلزون فوق حجارة، من أين أتى يحمل دارة؟ تبا الحلزون فوق حجارة، من أين أتى يحمل دارة؟ في قبتها لد قرارة، في قبتها لد قرارة. دب الحلزون فوق حجارة، من أين أتى يحمل دارة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي قناة يوميات حواء فاس الأوفياء. كنتمنى يلقاكم الفيديو ديال اليوم في أحسن الأحوال وفي صحة جيدة. بديت لكم الفيديو بهذه المقدمة الخفيفة اللي هي عبارة عن نشيد من الجيل الذهبي ديال الحلزون. اللي عاقل عليه يكتب لي في التعليق، وقدمت لكم بالصوت ديال الابن ديالي. بالنسبة للموضوع ديال الفيديو غتكونوا عرفتي ومن خلال العنوان ومن خلال الصورة اللي كتشوفوا، هو البيبوش او الغلاله كيف ما هو معروف في بعض المناطق، او الحلزون باللغه العربيه. كيف ما كتعرفوا ان هذه الفتره او هذا الوقت هذا ديال البيبوش كيخرج لان كطيح الشتاء وكيبرد الحال، وكنتشهاو يعني هذيك الوصفه ديالو اللي كنديروها بالاعشاب، وكتواتى مع هذه الوقيته ديال البرد. لذلك بغيت نقدم لكم هاد الوصفة على الطريقة ديال الناس ديال فاس بالمراحل ديالها من البداية للنهاية، ومع سر لذة باش كتجي لذيذة وكتجي زوينة. ولكن قبل ما غادي نعطيكم الوصفة، بغيت نعطيكم واحد المقدمة بسيطة على هاد المخلوق سبحان الله ديال الحلزون، لأنه الباحثين في علم التغذية داروا عليه دراسات واكتشفوا انه فيه واحد التركيبه كيماويه غريبه، بحيث النسب اللي كيتوفر عليها ديال يعني العناصر اللي كيتكون منها هي ما بين النبات وما بين الحيوان. كذلك المواد اللي كيتوفر عليها الاغلبيه ديالها موجوده في النباتات وليس في الحيوانات. مثلا البروتين اللي كيتوفر عليه هو بروتين غير دهني بحال البروتين اللي كيكون في النباتات، وهذا يعني مزيان صحيا مزيان. كذلك كيتوفر على معادن بحال السيلينيوم، الزنك، البوتاسيوم، وهادو كيتوفروا في النباتات غالبا وفي السمك وما كيتوجدوش في الحيوانات. بالنسبه للفيتامينات يتوفر على العديد من الفيتامينات، ولكن اهمها هو فيتامين E اللي هو يعتبر مضاد للشيخوخه المبكره، وهو مضاد للاكسده، ومنه كيستعملوا ديك الزيوت او المصل للبشره اللي غتلاحظوا مؤخرا خبراء التجميل، ولاو كيعتمدوا على هذيك الماده اللزجه اللي كيفرزها الحلزون لصناعه يعني مركبات للبشره باش انها كتحافظ على النضاره ديالها وكتحميها من الشيخوخه. هادو بعض المعلومات اللي بغيت نشاركها معكم، واللي بغى يتعمق اكثر ويعرف اكثر يمكن له يطالع على العديد من الابحاث اللي هي موجوده عبر الانترنت وهكا يعرف اكثر. ما نطولش عليكم وندوزو ان شاء الله الوصفه ديال اليوم. اذا بالنسبه للشهيوه ديال اليوم، انا خديت الببوش من قبل وضعته في واحد الاناء اللي هو واسع هكا باش يتحرك في خاطره وما يتغمش، وكنوضع عليه واحد شويه ديال الطحين بالحمراء او النخاله الغليظه اللي عندكم متوفر، كتوضعوها عليه واحد الشويش هكا كتخليه من الفوق، وكتغطيوه بواحد الشبكه او الغربال هكا باش كيتنفس، وكنخليوه وفي نفس الوقت ما كيخرجش، وكنخليوه على الاقل ليله كامله او جوج ليلات. انا خليته يومين وعاد كنقبطو هنايا، عاد جبتو وغادي نغسلو ونصفيه من داكشي اللي طلق من الكرش ديالو، لانه كيكون راعي وكيكون واكل شي حوايج يعني انه كيرعى في الخلا، ضروري غادي يكون كرشو عامره. اذا من الاحسن اننا كنبيتوه باش كيطلق هكا داكشي اللي في كرشو كله، وكنضمنو ان كرشو نقيه عاد يمكننا اننا نستعملوه. اذا هنا انا تنشلو غير من داكشي اللي طلق، وعلى ما نصفيه وعاد غادي نبدا في الغسيل ديالو على الطريقه ديالنا، وغادي تشوفوا معايا شنو طلق يعني من الكرش ديالو في هاد اليومين هادي.
وتخيلوا معايا الانسان اللي تيجيبو ويطيبو في بلاصتها ديك الشيء فين تيمشي. اذا هنا هذا الشيء هذا فاش كيطيبو كيطلقوا في المرقه او لا كيبقى في الكرش ديالو، هي باش ملي كناكلو ديك الببوشه او الغلاله كنلقاوها كتغرزز. كما تشوفوا شنو طلق، هذا الشيء كله صفى وخرج من الكرش ديالو. اذا كنغسل الاناء مزيان باش انني كنضمن ما كيبقاش حتى شي حاجه من ديك البقايا، وعاد غادي نبدا المراحل ديال الغسيل ديالو. بالنسبه للمرحله ديال الغسيل كنعتمد فيها على 7 ديال الغسلات. 3 ديال الغسلات كنغسل غير بالماء عادي، يعني كنغسل ونشلل ونصفي ونولي نعاود نغسل 3 د المرات كيف ما غتلاحظوا معايا. هذه المرحله، هذه الغسله الاولى، ونفسها غادي يعني غنصفي ونولي عاوتاني نشلو 3 المرات كنغسلو على هذه الطريقه. انا كنحاول انني نسرع باش ما يجيش الفيديو طويل، ولكن في نفس الوقت خاصني نعطيكم يعني التفاصيل هكا باش كتعرفوا الطريقه ديالو الصحيحه. اذا 3 المرات كنغسلو بهذه الطريقه، وربع المرات غادي عاد ننتقلوا للطريقه الثانيه، هي المجموع 7 ديال المرات، 7 الغسلات. وفي كل مره كيزيد يطلق الا كانت فيه شي حاجه، وكيبقاو ديك الشوائب كيزولوا اللي لاصقين فيه. في نفس الوقت كنبقى نلاحظ انه واش كاينه شي وحده ما خرجاش، شي بيبوش الا كانت ما خرجاش كنحطها جانبا حتى كنتاكد انها غتخرج، لان شحال من مره كتكون ما خرجاش، ولكن ملي كتحط عاد كتولي تخرج من بعد، كنولي نردها. الا هي ما خرجتش كنعرف انها ميته، هكا ما عندي ما مزيانش انني نطيبها مع البيبوش، كنخليها تنسيبها. اذا هنايا هذه الغسله الثانيه غتلاحظوا الماء بدا كيتنقى شويه، وهذه الغسله الثالثه بنفس الطريقه كنغسل ونشلل ونصفي. بالنسبه للمراحل الاربعه الاخرين، يعني المرحله الغسله الرابعه والخامسه والسادسه والسابعه، يعني ربعه ديال الغسلات كنغسل بالملحه، يعني كنوضع الماء وندير فيه الملحه وكنوضع فيه البيبوش وكنخليه واحد يعني ما كملاش واحد جوج دقائق كنخليه، وعاد كنولي نشلل. وفي نفس الوقت كنبقى نلاحظ الفرق ديك البيبوشه اللي حطيتها واش خرجت ولا ما خرجتش، كنتاكد انها ميته ولا عايشه وصافي. وكنبدا نشلل هكا، ولكن في هاد المراحل بربعه كندير الملحه، لان ديك الملحه كتزيد تساعد انه كيطلق ديك الطلعبات ديالو ما كيبقاش، ماشي حتى كنديرو في الطنجره وعاد كيزيد يطلق لنا. ندير هنا، والملحه كذلك كتقضي على الميكروبات وعلى البكتيريا. كتلاحظوا الماء ولا صافي. اذا غنستمر على هاد الطريقه 4 ديال الغسلات. صافي، اذا في الغسله الاخيره تنشلو مزيان، وكنكون وضعت الطنجره ديالي اللي غادي نطيب فيها تكون كبيره، وكنوضع فيها الماء ونخليها تسخن على ما كيقطر لي البيبوش ديالي. اذا هادو هما المراحل ديال الغسيل، 7 ديال الغسلات مزيانين، 3 عاديين غير بالماء، وربعة بالملحه. وندوزو نشوف معكم العشوب اللي غادي نطيبو بهم هاد البيبوش. بالنسبه للعشوب كناخذوهم اما الا كنا كنعرفوهم تناخذوهم بالاختيار ديالنا مع العشاب مفرقين، ولا ما كناش كنعرفوهم كنقولوا العشاب يعطينا القوام ديال البيبوش. اذا هنايا يدير فيه السحتر والكرويه وحبه حلاوه، وهنايا كاين عرق سوس وكاين سوداني بالنسبه اللي كيبغي الحار، ولكن كيجي زوين بالطبع الحار. عندنا ورقه سيدنا موسى،
وعندنا القشيرات ديال الرمان، وعندنا وريقات ديال السالمية. بالنسبة هادو اللي تيعطي الأعشاب، بالنسبة للقشور ديال التين بعض المرات ما تيعطيهمش، إذا كتزيديهم من عندك إلا كانوا عندك في الدار، قشيرات ديال التين وكذلك ورقات ديال النعناع. إذا هادوما الأعشاب الرئيسية اللي كيطيب بها البيبوش، وكاين اللي كيضيف مسائل أخرى، وكاين اللي كينقص شي حوايج. المهم حنا بالنسبة للطريقة ديال النفاس هذه هي الطريقة. إذا كنقبض أنا العشوب اللي هما باينين وكبار، كنخليهم غير هكاك، تنوضعهم كنغسلهم وغادي نطلقهم في الطنجرة هكاك، لأن فاش تيطيبو يمكننا أننا نزولهم غير هكا بالمعلقة ولا بشي حاجة. أما هادوك اللي رقاقين اللي غادي يبقاو يعني غيطلقو لنا في ديك في المرقة وغيبقاو دايرين لنا تفرتيت، كنديرهم في واحد الكيس اللي خاص بالطنجرة، يعني كنوضعو في الطنجرة كيكون نقي وخاص بهذا الشيء، كنوضع فيه ديك العشوب الرقيقة وتنجمعو هكا باش كتبقى مجموعة، كتطلق غير ديك اللدة ديالها وديك الشيء ديالها الفوائد ديالها كتطلقها في المرقة، وفي نفس الوقت كتبقى مجموعة باش كتبقى ليا المرقة صافية وما كيكونش فيها يعني شوائب. إذا بالنسبة للطنجرة هنايا استعملت طنجرة كبيرة هكا باش كيبقى لنا الفراغ، لان ملي كيبدا يطيب كيبدا يطلق الرغوة وكيطلع وتيفيض. كتكون هنايا طنجرة حتى كتغلي، كيغلي الماء، عاد كنوضع فيها هاد الاعشاب ديالي وتنوضع فيها المليحة. هنا كيكون البيبوش ديالي قطر مزيان كيف ما كتلاحظوا ولا تيشعل صافي، وكنقول بسم الله الله اكبر وتنوضعه. اذا بعد ما كنوضعو في الطنجره كنحركو وكنخلي العافيه عليه مهيله، وتنبقى مقابلاه باش كيطلق كما كتلاحظوا كيبقى يطلق ديك الرغوه، حتى كنصفي ديك الرغوه منه ما كتبقاش تطلق نهائيا، كنبقى نصفيها هكا مقابلها حتى ما كتبقاش تخرج، لانه محدو تيغلي وهو تيطلق ديك الرغوه، الا مشينا شدينا عليه في هذه المرحله كيفيض. اذا خصنا نصفيوها كيف ما كتلاحظوا ما كتبقاليش الرغوه نهائيا، عاد غادي نشد عليه الطنجره ونخليه يطيب واحد الساعه د المغانه تقريبا، ولا ما كملاش يعني تقريبا واحد 45 دقيقه. من بعد ما كنحس به انه طاب كيف ما كتلاحظوا هنايا، عاد غادي نذوقه من الملحه ومن الحار الا بغيت نزيد الحار وبغيت نكتفي صافي. كتشوفوا المريقه صافيه ما فيهاش حتى شي حاجه، وكيجي شهوه منه واحد الريحه ما نقولكمش. اذا هذه هي الوصفه ديالي ديال اليوم، كنتمنى انها تروقكم وتجربوها على الطريقه ديالي، وردوا عليا في التعاليق ان شاء الله.